أنا بالبيت كل شيء عندي بالبيت. فلوس أكثر شيء أخذ منه من الفلوس. 1000 2000 أكل. شنو أكل؟ أنواع الأطباق البحرية حتى تشاينيز فود. كل شيء يجي عندي أصلاً. كل شيء يجي عندك؟ خلي الشحابة تجي عندك. قوم قوم من الغرفة. قوم. أصلاً هو نارك. يعني حتى ما حبيبتي يعني ما تحب تتعبني ودائماً تخليني مرتاح. دائماً أكون مرتاح حتى الطلبات صغيرة أكيد. إبراهيم أنا بالطريق. جهز لي الأغراض. طول الليمون. أيوة هاي اللي بيدك حطها على جنب. أيوة وهاي الخيارة بدي إياها مش لون حشيشي. في خيارة تانية سيبك منها. والفلفل الحلو هاي. بفحص لي إياها. بالله بفحص لي إياها. هاي شكلها مش حلوة. أيوة غز. أيوة شاطر طالع لأمك. ولك المربى مين اللي مخلصها؟ ولك ليش ما حكيت لي إنه في شي بيض؟ بدي أخت هاي البندورة نفس الشكل بس بدون الخزوق اللي هاي مخزوقة. سيبك منها. بدي واحدة مش مخزوقة. أيوة خلص يا إبراهيم حطها على جنب. بديش إياها. مين قال لك على البتنجان؟ بدك توكل؟ أوف صحة وهنا. الأم لما تكون بالسيارة تشوف السواقة بطريقتها الخاصة. بركت شوي 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 يا زلمة طالع لي بزين. بركت شوي 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 بركت سيارة بسيارة. بركت تضحك. بركت تطلع قدامك. ايه وديني عند مصطفى. خمس دقايق برجع لك. خليك ها. السلامة يا مصطفى. يلا باي. شو تأخرت عليك؟ إذا تأخرت 5 دقائق على البيت راح يصير فيلم رعب عند الوالد. خلاص الجنا وين كاين؟ لك ساعة تتفلسف علي؟ بدك ابراهيم وينك؟ طيب جيب لي نص كيلو لحمه واربع حبات ماجي. زين اوكي ما خلص فهمت. بدي العب شوي. لحظه شوي شوي عملنا جديد. زين راح اجيب. اوكي ولك ابراهيم. طيب ماشي خلي اصحابك ينفعوك. يلا باي. الله يوفقك. رهيب. او ماي جاد. دايم. هاي الحلقه برعايه امي وكل امهات الوطن. شفتوا 6 مواقف صارت بس اكيد الام نعمه. دير بالكم عليها. شوفوا الحلقه الاولى او الحلقه الثانيه. سووا سبسكرايب للقناه ولايك للبيج. باي باي. Thank you.